على جانب آخر الحقيقة، يعني الأجواء البرد والمطرة دي بتؤثر على بعض الزراعات بشكل كبير جدا الحقيقة. عشان كده وزارة الزراعة عاملة توعية للمزارعين عشان يحافظوا على المحاصيل بتاعتهم. خلينا نتكلم أكتر مع دكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، عشان نعرف أي الزراعات اللي بتتأثر بهذا الطقس بشكل أكبر، وإيه أهم النصائح كمان للمزارعين للتعامل مع هذه الظروف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمانة، صباح الخير يا أستاذ حسام، وكل سنة وحضرتكم بألف خير وسلامة. حضرتك بخير يا فندم. طيب دكتور محمد، أي الزراعات اللي بتتأثر بهذا الطقس، وأيضا إيه النصائح اللي ممكن نقدمها للمزارعين للتعامل مع هذه الظروف الجوية الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عاوز ارجع كذا سنه لورا تقريبا. كان برنامج صباح الخير يا مصر من فتره، هو اول من تبنى موضوع التغيرات المناخيه والحديث عنه والتحذير من تداعياته. موضوع تغير المناخ اظن احنا شايفين كلنا ان الدوله المصريه بدات تحط موضع اهتمام جدا، وان شاء الله احنا هننظم كمان المؤتمر الاطراف القادم 27، وده مؤتمر مهم جدا على جميع المستويات في نهايه هذا العام في شرم الشيخ. الظروف الموجوده حاليا زي ما كلنا شايفين عباره عن فتره شديده البروده تخللها للاسف بعد موجات الصقيع. خليني بس اقول للسامعين، موضوع الصقيع عباره عن انخفاض في الحراره يتبعه تكون طبقه دقيقه او رقيقه من الثلج على اسطح النباتات، فبالتالي بتعمل بعض المشاكل والتلف على النباتات الموجودة. خلينا برضو نقول ان احنا في فصل الشتاء، فبالتالي المحاصيل المنزرعة هي محاصيل شتوية، يعني من طبيعة هذه المحاصيل تحمل البرد او درجة الحرارة المنخفضة ولكن ليست بهذه الدرجة. فبالتالي في بعض المحاصيل زي المانجا، المانجا شجرة استوائية لا تتحمل البرد في الاصل، والمانجا يعتبر هو المحصول رقم واحد في مصر الحساس للبرودة. الحمد لله خلال الايام الماضيه وقبل توقع هذه الموجه بحوالي 10 ايام نزلنا تحذيرات، نزلنا توصيات مهمه لمزارعي المانجا بالتحديد في مناطق الظهير الصحراوي الغربي والشرقي، في مناطق الظهير الصحراوي المصري الوسطى، ودي اكثر الاماكن اللي بتركز فيها زراعات المانجو. وقلنا ان في توصيات مهمه، اهم هذه التوصيات ان يكون في نسبه رطوبه تحت الاشجار، يعني يكون في ري، سواء كان ري بالتنقيط، ري بالرشاشات اللي موجوده في بعض المزارع، او ري بالغمر حتى، المهم يكون في رطوبه حره تحت النباتات. بالمناسبه الرطوبه الحره زي ما بنمشي كده الصبح بدري جنب اي زرعه بنلاقي فيها بخار، رغم ان كان الجو برد، الجو برد جدا. البخار اللي بيطلع ده بيستطيع انه يشتت طبقه الصقيع اللي بتنزل ببطء، فبالتالي بيبعدها عن المجموع الخضري او بيبعدها عن الشجره على قدر الامكان لغايه الشمس ما تطلع، ما يحصلش مشكلة الصقيع المعروفة وهي مشكلة جفاف الأوراق. فموضوع الري مهم جدا. كمان إضافة بعض المركبات المهمة، مركبات الطاقة زي البوتاسيوم وسيليكات البوتاسيوم وسيليكات الألومنيوم، والمزارعين كلهم عارفينها، مهمة جدا لوقاية المزروعات كلها، سواء كان أشجار مانجا، سواء كان بطاطس صيفي، ودي تاني محصول حساس للصقيع، سواء كان خضر، بتنجال، فلفل، طماطم اللي مزروعه في الحقول المكشوفه، كل هذه المزروعات هي مزروعات حساسه لانخفاض البروده. وفي محاصيل اخرى بتستفاد من هذه من هذا الشكل من الجو. بالمناسبه برضو محاصيل المتساقطات، العنب على راسهم، والتفاح والكمثرى والبرقوق والتين والرمان، وطبعا الزيتون مع انه مش متساقطات، بس كل هذه المحاصيل بتستفاد من انخفاض الحراره. يعني هو الموضوع مش موضوع سلبي على طول الخط. في بعض المحاصيل الاخرى بتستفاد، والسنه اللي فاتت للاسف حصل مشاكل بسبب ان الشتاء كان دافئ. فهي الزراعه كده، يعني الزراعه مرتبطه بالطقس يعني بشكل مباشر طبعا، كبير بشكل كبير. وزاره الزراعه عندها لجنه متابعه التغيرات المناخيه تم تشكيلها من حوالي سنه ونص، معالي الوزير الحالي تم تشكيلها. دي تقريبا بتنزل توصيات يوميه على من بدايه من لكل المحاصيل من اسكندريه حتى اسوان. هذه التوصيات بتوصل للمزارعين الحمد لله عن طريق مديريات الزراعه وعن طريق كل الوسائل المتاحه. المهم الاخر ان لازم كل مزارع في مصر عارف هيعمل ايه مع اي موجه من موجات التقلبات اللي للاسف بدا مناخ مصر
يتغير بالظبط بهذه الموجات. طيب دكتور فهيم، يعني زمان كده واحنا صغيرين في المدرسة كان دايما محافظينا جملة الطقس في مصر حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. الأمر اتغير، يعني أصبح حار جدا صيفا، وفي بعض أيام الشتاء شديد البرودة زي ما احنا عايشين اليومين دول، وبتوصل درجات الحرارة لخمسة وست درجات مئوية، وفي بعض الأحيان بتوصل لأقل من كده كمان. هل التغير في المناخ هيأثر على خطط الزراعة في مصر، وبعض المحاصيل ممكن تتغير ويدخل مكانها محاصيل أخرى سواء كان صيفا أو شتاء؟ نعم، مناخ مصر تغير، ولكن نقدر نقول عليه تغير جزئي. على فكرة هذه الموجة الحالية اللي هي أدت إلى انخفاض الحرارة جدا في مصر، وفي بعض موجات التقيع أدت إلى عواصف ثلجية خطيرة على الأردن وعلى سوريا وشمال العراق، حتى على الجزائر وتونس. فالحمد لله مصر اقل هذه الدول تعرضا بحكم موقعها الجغرافي وبحكم ان ربنا سترها دايما معانا. طبعا المناخ اتغير ببعض التفاصيل. مفيش محاصيل هتتغير او محاصيل، ولكن في اصناف، يعني استنباط اصناف قصيره العمر تتحمل انخفاض الحراره الشتاء وارتفاع الحراره في الصيف امر واجب، وده اللي فعليا بدات اجهزه وزاره الزراعه تشتغل فيه. مركز البحوث الزراعيه بدا يستنبط اصناف من القمح قصيره العمر، اصناف من المحاصيل الصيفيه تتحمل الجفاف ونقص الميه وزياده الحراره. كل هذه الاجراءات اجراءات مهمه جدا، نظرا لان هذا التغير في المناخ التراكيب المحصوليه الحاليه لن تتحمله، فبالتالي لازم الدوله ولازم اجهزه الدوله تبتدي تتواكب مع هذه التغيرات. ولعل ان شاء الله ان في الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ 2050 اللي كل اجهزه الدوله بتعكف على الانتهاء منها ان شاء الله، وهتقدم في مؤتمر الاطراف القادم رقم 27، هتكون استراتيجيه نموذج يحتذى به مش لمصر بس، لكثير من الدول اللي مصر بتمثلها في هذا المؤتمر. فبالتالي يجب هيتغير وصف مناخ مصر، وهيتغير كل الممارسات، وكل ده هيبقى في الاستراتيجيه الوطنيه ان شاء الله. يعني دكتور محمد، على ذكر حضرتك مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أو COP27 المزمع إقامته في مصر إن شاء الله، حضرتك في اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر يا فندم، إحنا أنا عارفة إن إحنا لسه في بداية التحضيرات، ولكن التجربة المصرية في هذا الملف تحديدا، ملف تغير المناخ حتى الآن، ولو هنتكلم تحديدا في قطاع الزراعة وطرق الري الحديثة وما إلى ذلك، إيه اللي مصر هتقدمه وكمان اللي ناوية تعمله خلال الفترة اللي جاية؟ أقول لك حاجة، قبل هذا المؤتمر وقبل مؤتمر 26 مصر قامت بإجراءات على المستوى العلمي، إجراءات في منتهى الذكاء. يعني بعيد حتى عن الزراعة وبسرعة، كل اجراءات الدوله في اعاده هيكله البنيه التحتيه والطرق وغيره، اللي بعض الناس كان يظن انه ملوش علاقه بتغير المناخ، وهو ليه علاقه وثيقه بما يحدث. موضوع المشروعات القوميه، التوسعات الافقيه، موضوع محطات معالجه المياه اللي كلفت الدوله مليارات، الدوله بتستعد بتكلفه كبيره في هذا الوقت، لكن بتستعد لان اللي بيحصل لما بيحصل نقص الانتاجيه في الاراضي القديمه المزارعه لازم يكون في ظاهر موجود مزروع في اراضي جديده وهكذا. فالاستعدادات للكوب اللي جاي باستراتيجيه وطنيه قويه بتشمل كثير من المبادرات وكثير من المشروعات، من ضمن هذه المشروعات المهمه هو مشروعات زراعيه زي ما قلت لحضرتك، التوسع الافقي، زي تحديث الري في اراضي البدو والدلتا، أراضي الوادي والدلتا مع تغير المناخ. موضوع الري بالغمر مش هيساعد كتير في تجاوز أي مشكلة في المناخ بالمناسبة، فالري الحديث ده أنا بشبهه بسرعة زي الجلوكوز اللي بتحط للمريض، أقدر أحط فيه كل الأدوية اللازمة في ساعات النقاهة، أو الزرع عاوز كده بالظبط. فبالتالي لازم يبقى فيه تحديث لمنظومة الري. المشروعات دي هتتكلف مليارات، ونتمنى إن الدول المتقدمة المسببة لظاهرة تغير المناخ يكون لها الدور الكبير في دعم الدول المتأثرة زي مصر وغير مصر. بالتأكيد. دكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.